السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حصتكم حصة دوقني. ضيف هذه الخطرة حاجة شنقول لكم تحطها على الجرح يبرى. معانا عامد الكوميديا الجزائرية مصطفى هيمون. دوا الأحمر أنا دوا الأحمر أنت أحسن خويا تافور على الدوا الأحمر خويا. بعد كي قلت له يحطها على الجرح يبرى تسمى نخدم في الإيرجونس على حسب شو. ربي طول عمركم إن شاء الله. وراني مع سي عبد القاو وليميسيون دوقني وان شاء الله غادي تفوت هذه ليميسيون ان شاء الله تفوت بخير ان شاء الله وتعجبكم ان شاء الله. ايوا ربي يحفظك سي مصطفى. روحوا عند لي شيف ان شاء الله بسم الله. سي مصطفى تفضل. زد فضلك سي عبد القاو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا مرحبا بكم. ايوا خويا السلام عليكم. كي راكم الضيف تاع اليوم ياه بلا ما نقول لكم عارف ما شاء الله. ايوا سي مصطفى ويعرف يطيب. تعرف طيب؟ واه نعرف طيب نعرف قويدر نعرف العربي نعرف دحو وكاع دحو. قلت لي عندك روسات؟ لا عندي روسات ممكن زعما كنقدمها. بسم الله. السلام عليكم سيداتي او سادتي. نقدم لكم طاجين العائله. كيف تصنعوا تشكتوكا؟ تشيروا كيلو طال تاع الحماس واش غالي في لاباستي شويه معدنوس شويه كرافس شويه كبابه تكون عندكم حبه بيض ولا حبه ولا دجاج ولا العظم بون وديروا المجموع في الطنجره. يكون عندكم لاكوكوت مينوت من جوج يطرو الفوق ويكون عندكم غاز دو في غاز دو فيل ماشي غاز دو بيطان يطلق الدخان. ديروا المجموع في الطنجره تخلطوا هكا واحد ثلاث خطرات هكا عاود زيدوا جوج خطرات هكا خطره هكا قاعدوا واه جوج خطرات هكا وديروا المجموع في الطنجره وتلقوا شهيه طيبه. سيداتي او سادتي في فرصه اخرى نقدم لكم طاجين بالكابويا وكوتي غلوريا. شباب هذاك لاشباب مصطفى خويا لاشباب شباب شباب يعطيك الصحه خويا. الله يطول عمرك. شوف طاش نديرو حنا نروحو نريحو شويه نحكو واه ونخلو لي شاف يدبروا يصال ان شاء الله. بسم الله. الله يسهل الله يعاونكم. اي تهلو تهلو شاش تهلو صحيح. ربي يحفظك سي مصطفى. الله يطول عمرك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصتكم دوقني للطبخ. حصة دوقني كل يوم تجيب لكم شخصية معروفة. لهذا الشخصية تاعنا النهار اليوم راح نديروا له سيردين سكابيرت. تبعونا خطوة بخطوة باش تدوا المقادير. حاجة الأولى اللي نديروها نجيبوا المهرس تاعنا باش نبريبارو الدرسة. الدرسة تاعنا نسحقوا فيها الثوم فلفل دريس كروية حرور شوية تاع كمون ونسحقوا فيها النعناع. نديروا الثوم تاعنا نديروا النعناع نديروا هاد لي زانغريديون باش تشوفوا. هذه كل واحد كيفاش يخدمها باسكو يخدموها لي بي نوار بزاف صافي دير يخدموها في لافريك بزاف. نديروا لها شويه تاع سيترون درسه تاعنا نديروا شويه زيت زيتون عفوا ونسكر في جوها كيما هاك كيما هكذا. نقعدوا بالمهرز سواء تاع لوح ولا تاع نحاس ولا اللي يكون عندكم باش هادوك لي زيبيس تاعنا يدخلوا بيان مع الثوم مع النعناع مع السيترون يعطونا بون تيكستير. والطريقه قلت لكم كل واحد كيخدمها كاين اللي يدير نعناع كاين اللي ما يديرهاش كل واحد كيفه. بصح النعناع انا جربته شحال من خطره يعطي كو شباب في هذه الدرسه هذه. بعد ما كملنا كيما هاك هاد لي زانغريديون ما نسحقوهمش نزيدو غير شويه تاع ملح نقبضو السردينه تاعنا كيما هكذا. بعد ما درنا السردينه تاعنا دوك نخلطو بيان هنا باش الملح تاعنا يدخل بيان نقبضو نديرو شويه ونديرو حبه فوق حبه. انا ندير الزيت تاعي حما ما نكتروش غير شويه كيما هاك. ومن بعديها نجيبو فارينه تاعنا كيما راكم تشوفوا
ونفوتوها في الزيت. مشاهدينا الكرام، بعد ما خدمت السردينة تاعي درت حبة قدامكم باش تشوفوا كيفاش نخدمها. ما بقى لي غير نقول لكم نلتقي على طاولة التقديم.